ملايين بكت على فراقه في فاجعة أصابت الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي. الغزال إبراهيم يوسف لن ننساك أبداً. إبراهيم يوسف الملقب بالغزال من مواليد الأول من يناير من عام 1959 بحي بابا بالجيزة، وصنفه خبراء المستديرة كأفضل لاعب شغل مركز الليبرو في تاريخ الكرة المصرية. وعلى الرغم من شغله مركز دفاعي داخل المستطيل الأخضر، إلا أنه حقق جائزة أفضل لاعب في مصر خلال عدة مناسبات، بالإضافة إلى الأهداف الغزيرة التي أمطر بها شباك منافسي القلعة البيضاء. الغزال حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب في قارة إفريقيا في عام 1984 والثالث في عام 1985، وهي الجائزة التي كانت تمنح بشكل رسمي بواسطة فرانس فوتبول، كما اختير ضمن تشكيلة منتخب إفريقيا للقرن الماضي. وحقق إبراهيم يوسف لقب الدوري مع الزمالك في عام 1984 و1988، كذلك كأس مصر في عام 1979 و1988، كما عانق مع الفارس الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختي 1984 و1986، بالإضافة إلى لقب الأفرو أسيوي في عام 1987. واستطاع الغزال الجمع بين الموهبة الكروية والأخلاق الرفيعة ليسكن ويتربع داخل قلوب عشاق وأنصار ميت عقبة. كما خدم إبراهيم يوسف في جهاز الشرطة وحصل على رتبة لواء في مديرية أمن القاهرة، بالإضافة إلى تولي عدة مناصب فنية وإدارية في الزمالك، أبرزها عضوية مجلس الإدارة، كذلك مدير الكرة. واستيقظت جماهير الكرة المصرية بشتى ميولها في الثاني من شهر رمضان من عام 1434 هجرياً، 11 من يوليو من عام 2013، على فاجعة رحيل أسطورة الزمالك إبراهيم يوسف. الغزال لن ننساك أبداً، ستبقى ضحكتك الصافية حاضرة في خيالنا، ومواقفك البطولية في حب وعشق الكيان الأبيض خالدة في قلوبنا على مدار الدهر. رحم الله الغزال الأسمر إبراهيم يوسف.